بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا أهلين. دي قاعدة البيانات بتاعتنا، خلينا بس أفضي الحجوزات و أنا كنت ضايف في تاج من الموظفين، وخلينا نشيل كمان، خلي يوزر واحد اسمه سيد بدران، وهقول لك ليه دلوقتي إن شاء الله. وإيه أهمية اليوزرات يعني؟ كل الحاجات دي هتبان معانا دلوقتي إن شاء الله. تمام، دي الصفحة الرئيسية للموقع. تمام، معانا هنا إمكانية بحث برقم الهوية، رقم الهوية، وتم البحث يجي لك لو كان في حجوزات هتجي لك. زي ما قلت لك كده، ممكن حد يخش على حد، يعني مش عارف أقول لك إيه بالنسبة للنقطة دي، لكن ممكن نعتبرها دعاية إنه فلان حاجز وفلان حاجز وفلان حاجز، يعني لو معاه أرقام الهوية بتاعته. تمام، خلينا نقول إن في واحد جاي طياري زي ما بنقول اسمه، خلينا نعمل نخش مثلا على أي جمل من الجمال، سواء من صفحة الجمال أو من هنا، ونقول اسمه محسن علي داود. ماشي، محسن علي محمد القرني، رقم الهاتف بتاعه كذا كذا كذا، رقم الهوية 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أنا هكتبه 9 أرقام. ماشي، السعودية. تاريخ الحجز، مفيش تواريخ قديم، محدش ينفع يحجز على تاريخ قديم. تمام، خلينا نقول ان هو هيحجز على اخر الشهر، وهي رفع لحضرتك الايصال وصورة الهوية بتاعته. تمام، وحدد الشفت صباحي وعمل حفظ. طبعا هو شايف هنا البعير اللي هو حدده وبيانات. تمام، حفظ الراجل كده. تمام، اختار نفس الصورة مرتين. تمام، رقم الهوية بتاعته احنا قلنا 1 2 3 4. لحظة، لأن رقم الهوية ما ظهرش هنا. طبعا كل المواضيع التأخير ده كنت بأكد على الحاجات اللي زي كده. تمام، ظهر معايا رقم الهوية. نقطة زيادة في كل تمام. لو لقيت أي حاجة زي دي حابب تعدلها، تمام مفيش مشكلة. تمام، طيب هو حجز زي ما قلنا برقم الهوية ده، حجز يوم كام؟ يوم تاني. تمام، خلينا نقول طبعا حجز الجمل ده، نروح العروض. لو هيحجز على الجمل ده تاني زي ما قلنا، طبعا هو بيحتاج يكتب بياناته كلها تاني. تمام، حتى لو كتب بيانات واحد تاني، احنا هنا بقى دي الأزمة. رقم الهوية هو من 1 ل 9 اللي احنا قلنا عليه، لأن المدلول عندنا هو رقم الهوية. السعودي، نبحث برقم الهوية. خلينا نقول إن هو هيحجز نفس الجمل، وجاب إيصال. نأكد بقى إن ده واحد وده واحد. شفت صباحي برضك، يبقى كده حجز نفس الجمل مرتين. تمام، مش عندي اي مشكله. طيب خلينا نحجزه كمان مره. طيب خلينا نعمل باك، يعني حيله بس كده، كده نفس البيانات مع التاني اهو. تمام، هحجزه ثالث مره في نفس اليوم برضك صباحي. الله يحصل لا يحصل، قال لك لا، لا يمكن حجز الجمل اكثر من مرتين في الاسبوع. تمام، العوده، خلينا نقول ان واحد تاني، طبعا اللي يختلف يختلف رقم الهواء. خلينا نقول 0 في الاول، هيحجز نفس الجمل في نفس الوقت، يعني كده الجمل كده اتحجز 3 مرات. نشوف، لا يمكن حجز الجمل اكثر من مرتين في الشفت، يبقى هو الجمل محجوز قبل كده. تمام، هما دي الشروط اللي اظن حضرتك طلبها. طيب ممكن نشيل الصفر اللي حطيناه، نقول ان هو عايز يحجزه قبلها بيوم، لكن يرفض، لا يمكن حجزه اكثر من مرتين في الاسبوع. رجعنا تاني للصفحه. طيب مفيش قبلها باسبوع،
كده اسبوعين لسه ما خلصش، المفروض يعترض. اعترض فعلا. طيب خلينا نقول ان هو هيحجزه في الاسبوع اللي بعده، هو حجز 30 يبقى الحاجة السابعة برضه هيبقى نفس النظام. خلينا نقول ان هو هيحجز لغاية 8، كده هيتمكن من الحجز. تمام. طيب بفضل خلاص الراجل ده راح وبعدين جاي عايز يبحث. خلينا نكتب هنا الرقم القومي بتاعه، بحث كده الثلاث حجوزات دول. ايه موضوع الصور ده؟ واضح انه في قلق. تمام، هبقى اشوف هنا موضوع الصور ده بحيث ان هي الصور تكون ظاهرة معاك هنا. طيب تمام. طيب ايه يفرق عن واحد مسجل؟ خلينا نعمل دخول، وطبعا هنا ما يقدرش ان هو يعمل اي حاجة. تمام، هنقول واحد اسمه محمد كلمة السر، اسم المستخدم محمد كلمة السر، وبعدين اسمه محمد محمود محمد بدران، رقم الهوية بتاعته. طبعا مش هنكتب رقم الهوية اللي كتبناه قبل كده، هنقول مثلا من 1 لـ6، الجنسية مصر، الإمارة البحرينية، المدينة مينية النصر، البلد من حديد، رقم الجوال كده مثلا. تمام، الايميل لازم يكتب ايميل، الشكل ده مش هيقبل، يعني بكتب حاجات غلط اهو مش هيقبل، لازم ايميل رسمي. خلينا نقول سيد بدران الايميل بتاعي، واعمل حفظ. كده حفظنا مستخدم اسمه كذا كذا كذا. طيب المستخدم ده لو احنا كتبنا رقم هوية هنا في البحث، طبعا هو ملوش اي حاجة لسه في الاخر، هيخش باسم محمد محمد 1 2 3 بحث. لما هيخش يحجز اي بعير، يعني مثلا خلينا نقول البعير ده هو دخل يعمل حجز، بياناته اتكتبت هنا تلقائي كلها، باقي ان هو يحدد بس الميعاد امتى. خلينا نقول الميعاد نفس اليوم وهيحجز نفس الجمل، خلينا نأكد يعني بس ان الكلام مظبوط، هيحجز نفس الجمل. شفت صباحي يوم 30 كده المفروض يرفض. طبعا سبب اللف والتقل ده هو بيكون حجم الصورة، ان هو بيرفع الصورة يعني. تمام، عودة رجعنا نقول له مثلا لا احكي لي الشيفت ده مسائي، خلاص كده هيقبل معانا. يقدر بقى ده كمستخدم للموقع ان هو طبعا ما يستخدمش البحث اللي بره بقى، لا يقدر ان هو يخش يشوف بس الصورتين اترفعوا ولا لا، برضه الصوره والثانيه فيها مشكله. هنا الصفحه الشخصيه يقدر يخش يشوف عروض الجمال، في هنا جمال اهي الصفحه الرئيسيه، يقدر يخش يشوف الحجوزات اللي تبعه، ما كتبش رقم الهوية بره، لا هي جت تلقائي. ويقدر يغير كلمة السر بتاعته. نتأكد كده إن الناحية دي شغالة برضك، 1 2 3، 1 2 1 2، غير تم تغيير، خلاص تمام مظبوط. زي ما قلت دي الميزة في إن هو يكون مسجل. تمام؟ ممكن بقى نخليه يبعت ايميلات ليه، يعني بدل ما هو مسجل بايميله الرسمي نقدر نبعت له ايميل حتى بيه زي اللي بوصل لحضرتك. الحجوزات انا كنت موقف الكود الخاص بارسال رساله لحضرتك، محتاج نشغله عشان تبدا تخش تعمل التست. الفكره بس انك موقف الكود ده كده، هبدأ إيميل حضرتك هيشتغل عليها على طول. تمام، الحجوزات اللي عملتها دي طبعا مش هيوصل لك بيها رسائل. طيب لو انت دخلت بقى بحساب إدارة، خلينا نعمل تسجيل خروج ونخش باسم مستخدم سيد، هتلاقي بقى هنا حاجات غير اللي كانت للشخص العادي، في حاجات زيادة. عروض الجمال دي نفسها حتى أظن احنا
منك فيها رئيسية، إضافة جمل جديد من هذا جمل جديد، بيستخدم العادي ما يضيفش، استعراض الجمال، دي الجمال بتاعتك تقدر تعدل وتحذف زي ما تحب، تمام؟ استعراض الجمال، حجوزات وردة، دي الحجوزات اللي تمت اهي اللي انا بعتها كلها. طبعا بيقول لك الحجز، رقم الحجز، تاريخه، الحجز على الجمل ان هو ورقمه، اسم اللي حاجز، الجنسية، الهوية، رقم الهاتف، الحالة، تاريخ الحجز، كان صباحي أم مسائي، وصورة التحويلات. وبعدين لو انت ضغطت تعديل تقدر تشوفه في الشكل ده، ممكن تحوله طبعا من حالة لحالة، اللي تم تقول له تم خلاص، بحيث ان هو يبقى تم. ماشي، نلاحظ اللي تم اهو، جت كلمة تم. ماشي، ده بالنسبة لي استعراض الحجوزات. في بحث بالمستخدمين تقدر تشوف مين اللي سجله ومين اللي موجودين. طيب خلينا نقول ان محمد ده تبعك، مدير عايز تحوله اداره، تفتح وتجي من هنا بدل زائر تحوله موظف، هيجي معاك في موظف، انا كاتب اداره، ماشي، موظف. ولو موظف الان هيشوف، نخش كده باسم محمد كده، مش هيشوف حاجه دلوقتي، ودخل كده محمد 1 2، غيرنا كلمة السر، لو دخل مش هشوف حاجة زيادة، مظبوط، إن أنا كنت كاتب إدارة وليس موظف. صفحة بيرسونال، بدل المدير دي كنترول F، وهذه موظف. تمام كده يقدر يشوف، يبقى كل الموظفين يقدروا ان هم يشوفوا على كل الحاجات اللي حضرتك طالبها. لو حابب تخلي فئه تشوف، فئه ما تشوفش، الحاجات دي نتكلم فيها بعدين. تمام، ده لسه الزر ده لسه ما اتعملش، اعمال فتره، تخش يقول لك مثلا في فتره من تاريخ كذا لكذا، دي هعملها دلوقتي. تاريخ، يبقى من تاريخ اليوم، تاريخ اليوم تقدر تشوف الحجوزات اللي جات لك او شغل النهارده، يعني ده مش الحجوزات اللي جات، ده شغل النهارده. اعمال فتره ده بقى اللي هيكون الحجوزات، هما الاثنين شبه بعض بالظبط، هيبقى الفرق ان ده بيبحث في التاريخ بتاع تاريخ الحجز، ده هيبحث في التاريخ بتاع تاريخ ده التنفيذ، ده هينفذ يوم كذا، حجز يوم كذا، ده تاريخ الطلب اللي هو يعني زي النهارده، هتلاقي ده كله تاريخ النهارده، لكن ده التواريخ اللي هو طلب فيها الحجز. هشتغل على الاثنين دول وابعت لك، وطبعا رابط معاك تقدر تشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.